رجعنا لكم مشاهدينا الكرام دائما في هذا البرنامج خاص عن فعاليات مهرجان موازين ايقاعات العالم اللي تتقدم لكم سنويا ميديا ان تي في باش نقربكم الاجواء ديال مهرجان موازين اللي تحتفل بالدوره ديالو 13. بعد ما كان لنا لقاء مع الفنان جيسون ديرولو غادي نستقبلوا فنان مغربي اللي البارح كانت عنده اول سين ديالو بمنصه سلا. هو الفائز هذه السنه بكاستينج جينيراسيون موازين اللي تتنظموا مغرب الثقافات. إذن الفائز والآن غادي يصدر ألبوم ديالو، غنتكلموا على المسيرة ديالو الفنية ونتكلموا كذلك كيفاش توصل المسابقات جينيراسيون موازين. معنا دراغانوف ابن مدينة وجدة، أهلا بك. المنطقة الشرقية حاضرة بقوة في مهرجان موازين، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كيف داير؟ كلشي بخير. قبل ما نهضروا على شكون هو دراغانوف، البارح افتتحتي الحفلات في الدورة 13 لمهرجان موازين إيقاعات العالم بمنصة سلا، كيفاش تفاعل معك الجمهور دراغانوف؟ داك الشيء داز زوين، داك صراحة كان بيبليك زوين، سلا معروف عليها زعما بيبليك برونشي وي بوب وداك الشيء. والبارح صايتي سيرشي فيه زعما داك الشيء باللي ستان فغي بيبليك هي بوب صراحة، تجاوبوا معنا وبخير زعما داز ان فغي شو بو اون بروميير لينا بالنسبه لفيستيفال موازين، دونك داز داك الشيء. وهذاك اذا ما كنتيش عيب وحدك، كان معك طريق بطمه، كان معك سعيد مسكير، وكانت معك ساميه الطويل. اذا نرجعوا بك باش نقربوا المشاهدين من دراغانوف، يعني الاسم كيفاش جات دراغانوف؟ انت سميتك عدنان مهيو ياك؟ محيو. دونك دراغانوف جات في واحد لا بيريود اللي كنت باغي نبدل فيها لي كيري القديم وداك الشيء، وبدلناه درنا دراغانوف سي مارك ديال السنايبر روس. ما بغيناش نديرو سنايبر حيت كاين بزاف سماوات بحال هاد اللعيبات في لي بوب، درنا دراغانوف وبقات دراغانوف حتى لدابا. كنتي تنتظر بانك غادي تكون الفائز في جينيراسيون موازين في هاد العام؟ كيما قلت لك تما بعدا في الفينال راه كنا هضرنا انا وياك، سيتي زعما دي الديبيو ديال لا كومبيتيسيون سيتي تو سوف غاني زعما جينيراسيون موازين، زعما جيماجيني تو سوف غاني جينيراسيون موازين، حيت ما وجدنا والو، ما كناش زعما فريمون برونشي في الاول. راه حتى الدومي فينال عاد بدينا كنخدموا دي سون اونيكمون لا كومبيت، وبدينا كنموديفيو شويه لي زانسترو ديالنا وداك الشيء. سينو افون راه دفعنا حنا في نص ساعه الاخرى في لو ديرني ديالي في النهار التالي في نص ساعه الاخرى، دونك لو ديرني دوسي اللي تقبل في جينيراسيون موازين هو ديالنا. اي فوالا. اذا جينيراسيون موازين فيستيفيها درتي جولات، كنتي في منصه سلا في حفل الافتتاح. كاين البوم، شنو الفائز شنو تيربح في هذه المسابقه بحال هذه جينيراسيون موازين منظمه من مغرب الثقافات؟ كيربح 5 اون دو ماناجمنت، دونك كاين ان كونطرا دو 5 اون، في 5 اون دو ماناجمنت بلس ان البوم بلس لا تورني ديال جينيراسيون موازين العام الجاي. عاوتاني انت عندك ديجا اغاني ديالك ديجا راهما في يوتيوب اي تو سا، غتبقى ديما الراب دراغانوف ان شاء الله كي عطانا والله عطانا ولا ما عطاناش راه معاه ان شاء الله، عطانا حوايج زوينين غنبقاو ان شاء الله. وتنتمنى لك التوفيق في مسيرتك الفنيه، واكيد حنا غنرجعوا ليك ونشوفوا شنو الالبوم اللي غادي توجد اللي غادي تشتغل فيه مع مغرب الثقافات. دراغانوف مره اخرى هنيئا لك، سواء الفوز بجينيراسيون موازين سواء في الحفله ديال الافتتاح البارح بمنصه سلا. مشاهدينا الكرام غادي نشوفوا شنو ايمان الحداد وجدت لنا اليوم، نشوفوا الاجواء اللي تتعيشها مدينه الرباط، وراجع لكم دائما في هذا البرنامج الخاص.